منها على شاشة الام تي بي تبعنا مثل كل نهار تنين. الإعلامي توني خليفي ب 15:44 مع المواضيع الحياتية والاجتماعية يلي دايما تناقش بطريقة بلكن نوصل الأوقات لأجوبة أو ما نوصل لأجوبة، ولكن على الأكيد منكون حركنا العجلة وبلشنا نناقش بمواضيع أوقات منكون يمكن مرقت وما علقنا عليها بالوقت اللي بتكون كتير مهمة وكتير حياتية. امبارح كنا إذن على موعد مع حلقة جديدة من 15:44. أما مسلسل أبرياء ولكن اللي موعودين فيه على شاشة الام تي في ابتداء من 2 شباط، خلينا نشوف أجواءه. جيبي لي ملف التحية الأول تبع جاد. بعد جريمة قتل غامضة، ما بتعتقد أنه انتحار يعني احتجاجه على الحكم؟ المتهم بينتحر. هذا الشاب لو ما عملت الحادث كان بعده عايش. لا جاي تقولي لي هالحكي هلا؟ الحادث صار من سنة، مش من يومين ثلاثة. جاد بريء أنا مأكد. القضية تنفتح من جديد. من شو خايفة؟ إذا مش جاد يلي عملها يعني في حدا قتل. المتهمين كتار. أنت ولا شيء، أنت واحد انتهازي. والشك ما بيوفر حدا. إيش رح خبر حدا؟ الحقيقة بس بتوجع الناس اللي بعدها عايشة. شو هالعيلة العجيبة؟ أحداث غريبة. كلهم بهالبيت بيخوفوا. أنت حطيت حالك بين إيدي. مشاكل نفسية. معقول حدا بيتعود على الأذى؟ بقصة مقتبسة من روائع أغاتا كريستي. أبرياء ولكن بدي أعرف شو بده يصير. ابتداء من 2 شباط كل تنين 3 و4 9 إلا ربع المساء على الام تي في. كل تنين 3 و4 9 إلا ربع على الام تي في ابتداء من 2 شباط أبرياء ولكن. مواضيع غريبة عجيبة ولكن مشوقة كمان أكيد رح تتابعوا أحداثها. نحن هلا بناخذ وقفة وبنرجع منتبه نحن وياكم. ما في وقفة، بنروح عند فادي. اليوم ثلاثة بعد الأخبار الساعة 9:30 رح نكون مع هيدا حكي، هالبرنامج اللي دايما بتنتظروه لحتى اللي تمضوا أوقات ممتعة مع عادل كرم. مواضيع كلها منكون عم نحكي فيها بس بقالب فكهي، والأحسن من هيك أنه الليلة بضيف مميز وهو نعيم حلاوي يلي أكيد رح تمضوا برفقة يعني عادل أو نعيم أكيد أوقات غير شكل. خلينا نشوف أجواء هيدا حكي. نطلع بالديمول. ديمول. كل شوي عم بيجي تليفون. اهلا حبيبي، مشتاق انا. هلا كم واحد عم بوقفك بالشارع وبقول لك عرفتنا يا زلمه. بعدين بعرف. بعدك بتحب تصور نسوان عرات؟ وين متى يوصلوا قدامي عرات يعني نشيل التصوير على جنب. هشك بشك فركشتيني، هشك بشك ما فهمتيني. نعم تحرشت جنسيا بضفدع. انا بوابي هيدا حكي مع عادل كرم. هلا انت مغروم. انا مغروم بجمهوري حبيبي. ليش بعد ما تجوزت لهلا؟ يعطونا هالهدايا خلينا نمشي بشرف. ليله 9:30 على الام تي في. اكيد لقاء ممتع الليله بين عادل كرم ونعيم حلاوي، انتظروا. هلا رح ننتقل لعند تينا وجاد بكوكينج. هاي. هلو. شو الكوكينج اليوم؟ والله شيء كثير طيب. سومون فومي، محشية أفوكا وكريم تشيز وكريفات ملفوفة مربوطة. مهمة. معكم كوكي. يلا. ابتداء من 2 شباط بتبدا شاشه الام تي في بعرض مسلسل جديد تحت عنوان حياه سكول من التنين للجمعه الساعه 7 المساء، وبطوله مجموعه من الممثلين اللي بتحبوهم. والقصه قصه امراه مطلقه بمساعده بيها لتقدر تبدا حياه جديده، بتبلش بالتعليم بمدرسه ورح تتفاجئ بفعلا المشاكل الاجتماعيه الكبيره الموجوده عند التلاميذ، وهنيك بتبدا المغامرات. كل تنين وثلاثه كمان بعد الاخبار رح تكونوا على الموعد ابتداء من 2 شباط مع مسلسل لبناني جديد مليء بالتشويق ومليء بالإثارة وهو أبرياء ولكن. إذا كل تنين وثلاثة بعد الأخبار. الأربع بعد الأخبار موعدكم مع منت تونت مع زميل وسام بريدي، والساعة 10 إلا ربع المساء منكون مع زميل الإعلامي وليد عبود والبرنامج السياسي الحواري بموضوعي. أما الخميس بعد الأخبار أكيد البرنامج الكوميدي الأول ما في مثله، بتكون سهرة ممتعة دايما أكيد مع أجواء الضحك. وقريبا رح نرجع بعودة لحديث البلد الساعة 9:30 المساء نهار الخميس.
الجمعة بعد الأخبار اسألوا مرتي مع محمد قيس ومع مجموعة من المشتركين يلي بيكونوا فعلا حتى وراء الكاميرا كتير محمسين لهالبرنامج يلي بيمضوا برفقته وقت ممتع، وأنتوا كمان بتمضوا وقت ممتع تحضروا محمد قيس بيسألوا مرتي. والساعة 10:30 المساء بنكون مع ساندرا منصور ببرنامج أنا امرأة يلي بيمرم كتير من المناطق بالعالم، نعمل السياحة وبنفس الوقت بنشوف مناظر رائعة وإخراج رائع كمان مع مواضيع بتهم المرأة وكمان بتهم أوقات الرجل من وقت لوقت، ولكن المرأة بتتعرف على خبايا الرجل كمان بأنا امرأة. خلينا نشوف أجواء اسألوا مرتي. المهم من نهيني ابدا رح يختنق مليها عمرها ما تكون، بس كرمال السياره قوي يلا حرزان المخاطره جريح رامي بسبب ضربه عشوائيه ومين رح يكسر راس مين كلنا شو هالعرف قالوا مرتي برنامج ببيض الوجه اكيد سألوا مرتي مع محمد قيس جمعه 9:45 المساء على الام تي في. خلصت حلقتنا لليوم من MTV Alive، موعد جديد بكرة 8:30. بكرة حلقتنا يعني أقصر من العادة، بتخلص الساعة 11:30 بسبب جلسة انتخاب الرئاسية اللي بتكون كمان بكرة ما بعرف بأي نسخة، ولكن رح نكون مع تغطية لا. أما هلأ باسم فريق العمل بتمنى لكم نهار ممتع، باي باي. بكرة بأب تو ديت أخبار من لبنان والعالم، بأوروسكوب خصائص برج الدلو مولود اليوم، بواتس كوكينج سلطة القريدس المشوي والأفوكا، بكونكتد ندى أبو فرحات مغرومة وحياة سكول قريبا على الام تي في، بفاميلي معالجة الصعوبات التعليمية الخاصة بالأطفال، بديزاين رح نصمم حمام عصري، بفاشن ستار ولا كعدة رح تحكي عن اللباس الخاص بعدد من المناسبات.